وين راح؟ خمس دقائق رطار فلت من يدينا، وين راح؟ بلعته الأرض. حتى أنا اتصلت بزوجة تعوقت بما عندنا حتى أخبر عليه، زي ما يكونوا فاقوا به. ورثتني نفسك. أعطينا عرف حال. رانا مازال في تحريات. جابهم هنا هادو. اياي سيروي في اللنا. رضا عندك براج. السلام عليكم. وصلت السيارة. حنا نبتع السيارات. تاي راك تعرف سكان صح، نفطروا بالتاي، نتغدوا بالتاي، نتعشوا بالتاي، قريب ندوشوا بالتاي. لطفي واحد اغلق اغلق. رانا رحنا الموعد تاع حسن ولكن ما لقيناش. رانا متقلقين اكثر منك، حسن راهو خونا. خلونا من الحوادث، انتم مواصلوا البحث وانا دوك نعطي الاوامر باش يبلوكي بلي صورتي ولي زونتي دو لافيل ويكسروا البراجات. يلا اوكي. هلا حبيت عليا يا اخي، قلت لك السناني لتحت. خمس دقائق روطار فلت من يدينا. بيهم قبل ما يتعشاو بيا. عزوز كول كول اطاك. خدعتيني وحدي الكلب وراح تروح اليوم ناكلك. بات يا كلاب والله تلكها غالية.
تراجع في الناس يا تجار الموت. جايبين العقليه تاع اللي بلادنا مشي لوراب تحسبها سهله وتحكموا انسبكتور بوليس تعملوا فيها حكمه. مشكم الرجال 10 كونتر واحد مرد سعودة. النهار اللي شفته في النايت كلاب مع عزوز قلبي ما ارتحلكش يا الانسبكتور حسن. قادر ارشقك نظري ليش تعطي علي فازي في كل رباط نشوف الشاطر وش يدير. الدوز اللي في البرة هو واقف ويضرب احلى عجب عمري ما شفته. حبس يا مهبوس الترصاص الفحل الفصل ما عندي وين يروح. من هنا لازم نلقاو حي والله كنا نحكمون وكلوا الكبدة تاعهم. هذا ثعلب ثعلب حاجة اللي ما فهمتاش الضرب وزيد البراو قدر يفلت من يدينا. وش الصرا يا جعفر وش درت؟ سي با بوسيبل لا دوز اللي حضرت تطيح بغل في دقيقة. هذا ماشي بشر هذا. با با محال يكون غرق. دو فاسون راني حاسس راه هنا برك راه موش بعيد. ها؟ اطلعوا من هنا اطلعوا منا. كامل يسرع عجلك انت ماشي ردي فرنسكو لما قلت لك شوتش باريان فا ما تدخلنيش في السيستم نرفز نتاعي. هيا مي سي با بوسيبل. اي سكتوا عليا من الكلام الفارغ. بوني اطلع من روجي من جعفر من ابا قلبنا عليه الدنيا وما لقيناش. شوفوا مع الطريق لازم يتلقى قبل ما يوصل صحابه. اوكي
سي انسبكتور بوليس، راني طحت في واحد الالمان راهم بيكوني لي فيرات تاع رابيكور راهو تعبني، ندير مزيح شيهاني للسبيطار ولا طيشني حتى في المدينة. أنا بون ديفينيون كيفاش يقدر يروح من يدينا؟ حسن ميت في الطريق. سبقني يا قلبي سبقني على الجنة الحلوة، سبقني سبقني يا قلبي سبقني على الجنة الحلوة، سبقني سبقني وقول لحبيبي أنا جاي على طول يا حبيبي، سبقني وقول لحبيبي أنا جاي على طول يا حبيبي، الحقني أوام الحقني الحقني أوام الحقني على الجنة الحلوة سبقني. كريم وين حضرتك؟ بعتبر في رونفور كاين اجريسيون في لابون ديسونس تاع سميدة. مرحوم توت سويت. ها خلني جربني. تم اربط تسع كتف تحشموش راح تكتبوا الراجل عجل دراهم باش خصتكم لبرا. اقعد تم واش نقصكم شويه البراون شوغر؟ نقصتكم الشكه ولا واش؟ ما عندكمش رحمه وش بيكم؟ منين خرجتوا؟ انتم بشر ولا لا لا لا؟ لطيف الرهوط ما عادش عندكم انسانيه خلاص؟ وي في الطريق. في ساعه بس كي بليسيه. لا لا توت سويت.
سي أمين، حبيت نعلمك من فتح حسان راه تيراو عليه. تيراو عليه؟ يا لطيف يا ربي، وين راه دركا؟ راه في المستشفى. واش من المستشفى؟ مستشفى الجامعي. سي عشو، تكلف أنت بالمهمة. حاضر. كيفاش كانت حالته لما وصل عندكم؟ جابوا هنا ميت يا شباب. درنا له تحاليل دوتوكسي بينت النوفر دوز ديروبين. اون بليسي رصاصة في راسه. احنا لي فريمون ديزو، ما قدرنا نديرو. صباح الخير نبيلة، مشغول شوية، وقتاش تكملي الخدمة؟ اوكي، نفوت عليك، باي باي. تفضل. تفضل سي أمين. واش حبيت نقول يا سي أمين؟ في الحقيقة الصدمة كانت قوية، وفراق حسان أثر فينا، وبالأخص أنت لأن ولد خوك، وعلى هذا قررت باش نسلمك الملف اللي كان حاكمه حسان. ملف؟ أنت عارف أني عارف
بقالك أسبوعين وتغادر سلك الأمن. خبرتك وكفاءتك في التحريات وثاني تاريخك المهني يشهد عليك. دونك جو ني با لو شو. في هالترى 15 يوم كافيين لهالمهمة. أسبوعين وراح تغادر أنت يا سلك الأمن. ابدا الملف، ربما من بعد نقدر نصيبو شكون يرون بلاصيك. أنا شايفك بداك مصر على هذا الشيء. قلت لك في البداية جو ني فريمون با لو شو. وتعرف كذلك أن أنا ونبيلة مسافرين. جو ني فريمون با لو شو. ما باليد حيلة. خلي المفتش كمال وإيمان يدخلوا. ألو. لا حولوا الملف لوكيل الدولة. خلي أمور العدالة تأخذ مجراها. تفضل. المفتش أمين أكيد راكم تعرفوه، راه مكلف رسميا بالملف. لنا الشرف حضرات. وأنا لي الشرف أيضا. بون، حبيت نقول بلي من خلال الميكروفونات اللي قدر يحطها حسان في وسط العصابة وصلتنا معلومات وتحرينا بلي رئيس العصابة ولد علي المالطي. علي المالطي؟ اي نعم، ولد علي المالطي دخل من اوروبا هو والعصابة نتاعو، وراهم يتاجروا في المخدرات. لما نقول المخدرات ماشي الحشيش، المخدرات الثقيلة، الهيروين والامورفين وما شابه ذلك، وانتشرت بصفة رهيبة. وعلى هذا حبيت نقول بلي المهمة ماهيش راح تكون سهلة. على كل حال نتمنى لكم التوفيق. اوكي سيد محافظ. غدوة ان شاء الله. بيك تكون رواية، احكي لي على ناس زمان، احكي لي عالف لينا وليلة. ستوب 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 نبيلة، غير بالعقل اختي داكار. شوفي لي موفمون راهم سامبل، ماذا بيك شوية دوسر برك داكار. هنا في الموفمون هذا الاول هذا فوالا الفوق، بايك نجيبو هنا لاغوش. Ça va très bien. OK? OK, OK. C'est bon? C'est bon. Allez, au revoir les gars. حكي يا راوي حكي حكاية، ماذا بيك تكون رواية، حكي لي على ناس زمان، حكي لي عالف لينا وليلة، ولا لون جاب انت الغولة ولا ولد السلطان. حكينا الجنة حكينا النار، ولا الطير اللي عمره ما طار، فهمنا معنى الدنيا حاجيتك ما جيتك، ودينا بعيد مدى الدنيا ما جيتك. حكي ونسينا مهاد زمان، خلينا في كان يا ما كان، في كان يا ما كان. حاجيتك ما جيتك، ودينا بعيد مدى الدنيا. حاجيتك ما جيتك، واحد منا في قلبه حكاية، كل واحد منا في قلبه حكاية. ترى
صحيح؟ وش رايك؟ سي بون سي بيان في اوكي فوالا ادوما ان شاء الله ادوما ان شاء الله بابا راك طولت عليا المرة هذه بابا شبيك بابا وجهك مبدل خير غير الخير طنكوزا حسن شبي حسن الله يرحمه كيف حتى مات قتلوه الشياطين نعم يا نبيلة بنتي علاه العباد اللي حبيتهم في حياتي ويروحوا واحد مرة واحد ربي خلق الدنيا كما هكذا واحد يولد وواحد يموت على بالك أين توحشت ماما وأنا وسيت وحشت مرة الأولى هي ودرك حسن تفوان نقول مبدل حياتي ما نتعلق حتى بإنسان مهما نزيدش نخسره من بعد هذا قضاء وقدر صبرك يا بنتي إن الله مع الصابرين كنت هنا روحي بابا صحيح جو سيبورت بلو فكرتيني لي بزارة مجهزين عندي مهمة الأسبوعين هذا إن شاء الله نكملها بعدك نروح إن شاء الله بابا أنا تاني توحشت جداتي صافي تخي لونتو ما شفتهاش قريب إن شاء الله تكوني عندها إن شاء الله صليتي؟ أزال راحي بنتي صلي راحي أنا في حرس المرمى يا وليد لا أستطيع من هنا سدد أين هجم الأمام يا بسام هنا كانت هزيمة كبيرة فريق المجد حسام الكرة لم تدخل الشباك وأنا بحضن الحارس هيا كان واحد طاح فمه وراح للطبيب قال له الحكيم تركب لي فم قال له أخويا عنا الزرصة تدير 120 عنا السنة تدير 80,000 وعنا النب يدير 20,000 نساعدوك ما كان حتى مشكل قال له الحكيم اخوي واش نقول لك راه ما في حالي يركبهم لي كل نيبان شحال من مره قلت لي نشري لك فيلا وحتى الدوك ما شفت منك والو يا عمري انا نحب نكون موت عليك يقي عندك لابورتمون قلت لك ملي كنرجع من كراتشي نشري لك فيلا ونبدل لك لافواتير صافي خلاص ميرسي ماوس يا سيد المدير يا سيد المدير خلاص سعدي خلاص ما تبكيش صافي حنوني خلاص الليلة 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 سهرتنا حلوة الليلة هذه السهرة خاصة بمناسبة عيد ميلاد سي حميد يا زامي عرضتكم الليلة باش تحتفلوا بعيد ميلادي وفي نفس الوقت نحتفلوا بهم وراح طار مسعودة سربي لي كادو من الحباب كلافات كومون
جابوا هنا ميت هشام ودرنا له تحاليل دوتوبسي بينت النوفل دوز ديرو وين اون بليسي رصاصه في راسه. واش بك مقلق؟ راح طول علينا وسامية تسنى فيها. يا سوسب انت دايما مقلق ودير في الزبايل كيما لافير تاع الانسبكتور. يا لالال تحسب عزوز عقله مازال معاه؟ وزني كلامك واعرف واش تتكلم. يا اخي عبد يا اخي تلمك دايما نخمم في سامية قريب باصانا كامل. ولا راح نباصيك ما هو صح خدعني كنت راح نكمل عليه في الفيرما حميد ما خلانيش. روح زيد في المازوت الجروب روح امشي. سهرتوا وزهيتوا شطحتوا بيان اوكي ودركوا ندخلوا في الصح. جعفر امورك راهي ماشيه؟ العفيون تاع المره هذه ماشي مليح بصح راني نحاول نعمليوريه بكالكو كومبوسون. مدني قضيه تاعك واش راك مدير فيها؟ مليح ما نخممش؟ تري بيان لوجي راك على بالك دوك بقى لنا الناس تلسل هادو هو الفغير الكيف والحشيش كي ندوقوهم شويه اروين يشوفوا النشوه نتاع الصح كيفاش دايره. المهم راني لقيت خيط صحيح نقدروا نتكلوا عليه. بوني راك مستعد للسفريه تاعك؟ راني رايح نشوف الكليون تاعنا في كراتشي باش نتفاهم معاهم بصح تو ديبون دو عزوز سي ليبري. عزوز كونسوم ترو راه اوت عاد ما يقدرش يفكر براسه تحرق له العرشين. واش تقصد بهذا؟ عندك مده وانتم عقابي باغيين تهبلوني ولا؟ عزوز عزوز قرب ده خويا ده صاحبي وتهز عليا بزاف بصح مخك فسد ما عادش تقدر تتحكم في عقلك وبقى لي معاك حتى حل. بغيت نعيش مع سامي انا نشد المغرب. فايلك هي اللي وصلتك. وعلاش تحطني في المشكل هذا وعلاش؟
باه، بما أننا بدينا نخدم مع بعضنا لازم نتعرف على بعضنا. المفتش كمال من مدينة تقرت، كنت في الصحراء ما عنديش بزاف من اللي تحولت لهنا لمدينة عنابة. مانيش متزوج، عايش راسي وراس الوالدة. ما توحش الصحراء. الحمد لله معايا الوالدة والواجب مفروض عليا. وانت خبشة قطة. تقدر تقول انا من العاصمة، ما عنديش بزاف من اللي تخطبت منا. خطيبك وش يخطب؟ حاليا راهو بطال، كان يخدم في شركة وبعد ما فلست خرج منها. دوك راهو يقول لو حاب يقوم بمشروع خاص وما على باليش. بون انا امين كما تعرفوا، زوجتي توفت خلت لي بنية اسمها نبيلة. عشت كثير في اوروبا وفي امريكا في اسيا، وعملت هنا في ولايات مختلفة بالبلاد، والان راني رجعت هنا ننتظر في التقاعد تاعي. لا علينا، ندخل في الموضوع. انا طلعت منيح على الملف، العملية مش سهلة. انتم تعرفوا بلي راو علي المالطي كان مهرب كبير، وانا هو اللي قتلته، ما سلمش نفسه. وعرفتوا بلي راو ولده تزعم العصابة، وراح تولينا مواجهة صعيبة صعيبة بزاف. والاكيد ولده ارجع باش ينتقم لباباه، وما هوش وحده، هكذا راح نفتحوا جبهات كثير علينا. أثار تعذيب اللي كانت في جسم حسن ربي يرحمه تبين بلي هاد الناس وحوش ومستعدين يقوموا بأي حاجة لحماية صفوفهم. المفتش أمين. نعم حضرات. وصلني بلي لقاو جثة عزوز على البحر، أسكي باري مطعون بخنجر جهة القلب. شكرا. عزوز القاوه مقتول على شط البحر. لكن ما تنسوش مازال صاحبته ساميه، نعملوا لها دوره الليله. اوكي شيف. تفضلوا انتم. اسلام. رضا علي شويه صوتك، ما راش نسمع مليح. منين؟ ما طلع. سي بيان. مليح. اكتبني انا والجماعه نستناو فيك. ما تنساش تسلم لي على روبرتو فرانك. اوكي. باي، باي مون امي.
صافا صافا با بوكوا خصو كان كمل من الشرطه الانسبكتور مرحبا بكم حبينا نشوفوا ساميا هاك وين تغلي 5 دقائق وتجيكم كيف حتى نوصل لهنا وين كان صافي لونطون مدام الشرطة جينا في مهمة انسبكتور شرطة حبيناك تجي معنا للمركز ياك غير الخير عنا معك كلام ما تخافيش صح غير نجيب موساك وشيلي ومعليه صح أني أشتاسي أمين حميد راه هنا ليام بيناتنا سنك والمهنة نتاعك حاجة علي سامية وعندي 30 عام ونخدم فنانة مليح فنانة وين تسكني؟ 14 شارع العربي تبسي أنا وأختي صغيرة هي تقرأ في الجامعة وأنا اللي متكفلة بها عزوز وش يجيك عزوز؟ في آخر مرة شفتيه وين؟ عزوز عندي بزاف مشتوش عزوز تكذبي علاه نكذب ساميه الافضل تقرب كل شيء تعرفيه هاد الشيء في صالحك عندي بزاف مشتوش عزوز ما رانيش جزي بلا كذب نهارين شفناك معاه قولي الحق وهذا تعرفيه شكون هذا ما نعرفوش هذا تعرفي شو هذا هذا الانسبكتور حسن اللي قتلوه الجماعه اللي راك تتعاملي معاهم انت بصح انا ما نعرفوش انا خاطيني هاد المشاكل كامل كيفاه ما تعرفش الانسبكتور حسن ما نعرفوش لا هذا شكون هذا عزوز هذا عزوز لقيناه مرمي على شط البحر مضروب بخنجر في صدره عزوز قتلو مازال دالتك انت يعني عزوز مات دالتي انا على شكون هادو مصحابك صحاب عزوز صحابي انا ما نعرفهمش هادو ما نعرف حتى واحد أنا راني من الكباري للدار ومن الدار للكباري ما احنا باليش بهذه المشاكل كامل من أحسن لك أنك تعاونينا كان تحبي مجرى لك شيء شر أعلمينا أي شيء تعلميه على هذه الباندا الشيطانية كش ما قال لك عزوز في صالحك تتكلمي صحا أنا كنت بزاف سمعته يهدر مع واحد يقولوا له رضا العنابي كانوا يهضروا على واحد لا مارشانديز باش يجيبوها على باليش من كاراتشي ولا من الشرق ولا ما على باليش فاش يجيبوها انا ما على باليش هذا واش سمعت ما على باليش واش كاين كيفاش يجيبوها في الطياره في فوق بهيم في البابور بالكم عليها وحرصوها
عندناش المعلومات. غير انتم خرجتوا العصابه لحقت حميد الى رضا العنبي مشتوش. وحميد مازال عامل جو مع صاحباته؟ مازال. رد بالك منه، خذ بالك وتوله مليح. تشكر. الو وي الو الو الشيف اش كاين؟ بعدي من هيه نلقى جماعه داخلين على بعضهم بالمواس وين البلاصه؟ في الطروازيام ريو حدا لا بولونجري. فهد وادي الى فهد، هناك سيجار بالسلاح الابيض في لاريد كومبيطار.
أروي واش كان؟ سامية الجوهرة مكتوبة في لابورتمون تاعها، والجماعة راهم تم. كيفاش؟ أنا حضرت، سامية تقتلت. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. الجماعة في انتظارك. أوكي. أنا جاي. ايش المشكل؟ نو سيريان تعرف لو فواتير مصبح وهي عاملتها مي اون توكا خلاص راني عيطت للسيرفيس دو لوكاسيون دو فواتير دونك ان شاء الله بربي ما يطولوش ويجوا يدوها. اي خدمه تحبي نوصلك للمكان؟ الا تقدر وصلني جوست لا ستاسيون دو تاكسي. وين رايحه انت بالضبط؟ انا رايحه لو غران اوتيل. في طريقي تفضلي. اه تري بيان. الأيام هذه كثرة السيارات وكثرة مشاكلها. Vous avez complètement raison. شكرا يا سي. أمين. أنا آسيا. تقدر تنزل تشرب معايا أنت كافي؟ لا لا سمحي لي أنا عندي عمل لازم نروح بسرعة. جانسيست. لا معليش. En tout cas merci beaucoup. Thank you very much. Bye bye. كيفاش؟ كيفاش جرات؟ هذيك خوتها هي اللي اكتشفت الجثة في الحمام. الجثة تلقت طعنات خنجر على مستوى الصدر. بالنسبة للجيران واحد ما شاف واحد ما سمع كالعادة. راهو جا طبيب شرعي وعاين الجثة. كيفاش حتى جرت المشكلة؟ الحراس هذا الحراس واش قاعدين يديروا؟ لي قاضي اللي خليناهم ما قاموش بالعمل تاعهم، هادو هما. أرواح أرواح أنت. امبارح كنا في حراسة وجا واحد المواطن خبرنا بلي كاين اعتداء على مواطن بالسلاح الأبيض. الوطن اللي رحنا صرات هذه المشكلة. أنتم مهمتكم هي الحراسة تاع المرأة هذه. كيفاش حتى يجوا يلعبوا بكم كما هكذا؟ هذه ماشي خدمة هذه. أمشي بلاصتك. لقيتها ميتة في نفس الدبع والدم أنا ما فهمتش أنا. تسكن وحدها هي؟ نسكن وياها انا نقرا هنا وهي اللي متكلفه بيا. كل اللي معاكم اخر جي غير خطيبها عزوز. هوني على راسي. ما عندناش حتى تليفون باش نعيط ليا ما نقول لها تو نتكلفوا بالامور هذه. عندي غير هي انا تو نتكلفوا بك ولا يهمك. ايمان كيف لي بنتي وي انا جايين. لعبوها لنا انا وموش عجبني الحال خلاص وبالطبع ما خلوش بصمات مالوزمون نو اي بورتون وعدناها باش نحموها لو مونك دو فيجيلونس واش يدير ما لازمش تعاود الغلطه هذه اوكي أنا تنقلنا المكان الجريمة ونظن الأمور راح تمشي. أسي أمين.
كيفاش كانت وقع الجريمه هذه؟ باني بونديل قلت ثغره وستغلوها. كومون سا؟ اللي تي سيرفي 24 نو؟ العوان تاعك ما قاموش بالواجب تاعهم. ليسونسييل اون ان كريم سير لو دو. الاخرين وسي مش مسهلين. تلاقاهم بعد في المكتب تاعي. الله حكايه، هذا اللي ناقصنا. كيفاش نهارك اليوم؟ سافا، هدرت مع لوغيكتور قال لي جيبي لي لي دوكيومون تاعك و اون فاريلي. على بالك اللي هي كاين لونغلي قاويه شويه، لازم تكوني في المستوى. بيان سور، as you know I'm very well in English. I don't doubt that and I'm sure you will be very very successful. I hope. بورتابل تاعك؟ لا مش تاعك، ماهيش سونغري تاعي. نو نو مش تاعك. اوبس. T'as mon hélène. Tu réponds? Allô? Allô? Oui, Hana, Amin. Men hadratek? Ana Asia. Asia. Ah, d'accord. La, ma sma3touch ghir l'an. Où int koni? Rani nfs la fix cafeteria. Nfs أو في طريقي درك نجي. عطتو تالور. عجيبة. شكون آسيا هذي؟ هذي وحدة كانت طومبان الصباح وعاونتها. نسات البورتابل. نسات البورتابل. سي بيزار. بون أنا يلزمني نوصل لأمانة لصحابها. أنت تستني هنا. وعلاه؟ حبيت نجي نشوفها. انت يا نبيله يا بنتي وقت ما تنسستي واحد ما يقدر يقول لك لا. هاي يا رن. هاي يا برك. اهلا اسيا. مرحبا بكم بنتي نبيله. شكرا. امانتك. ميرسي بوكو، فريمون سي تري جونتي. شقيتك الصباح وزدت درك. لا لا ما فيش مشكل، نحن في الخدمه. الله يسلمك سي جونتي. مالا ريحوا ريحوا قعدوا معايا شويه. معليش لازم نروح. لا مازال الحال، قعدوا معايا شويه. بصح درك ما عندنا والو، يا اخي رايحين طول الدار. خلاص مادام انت حابه يلا. كيفاش حتى نسيتي التليفون تاعك؟ تعرف هذاك المومون جيتي بيرتوربي. على كل حال نعرف لما يمكن الانسان يكون مضطرب ينسى اكثر من صح. دي فوني ديباسي. باين فيك ما تعيشيش في البلاد هذه. انا عايشه في امريكا. وش هو العمل تاعك هنا؟ راني في لانفستيسمون توريستيك. توريستيك، شيء جميل هذا. على بالك البلاد محتاجه الناس كيما هكذا. Un verre d'eau. Une tisane. Eh, Wanta, où est-ce que tu as fait? Eh, papa, il travaille dans l'amn. Ah, dans l'amn? Ben oui. Eh, l'amn est bien, mais... je suis à l'amour صعيبة. L'amn est très simple. Mais on va essayer. Wanta, ma chérie, où est-ce que tu as fait dans ta vie? انا جاي عندي دبلوم ان سيكولوجي بور لو مومون. راني في المسرح وعندي ان كونسير دون دو جور. صافي ان غران بليزير دو فوز انفيتي. بيان سور الا مراكش مشغوله. بيان سور نجي مانيش مشغوله. ميرسي. ماذا بيا؟ افيك بليزير. سا مي في انورميمون بليزير. فريمون عندك بنت ما شاء الله.
تبارك الله عليها. يشوف فيكم متفاهمين بزاف، مي ان جينيرال البنات يتفاهموا برك مع عمتهم. يماها الله يرحمها توفات. alors là je suis désolée vraiment برك جرحتني كي قلت لي الكلمه هذه الله يرحمها. نظن تقلت عليك شويه. لا 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 معليش ما فيش مشكله. الله يسلمك. تفضلوا. معليش لو نتعبك شويه ونقترح عليك تخرجني نشوف مناظر سياحيه لانه الجانب هذا يهمني. والله نفسي اني نعاونك يعني ما فيش ما ندخلكش، ولكن عندي شويه خدمه كثير الايام هذه. كيفاه بابا لابوتي هذه كامل ما تعطيهاش شويه من وقتك؟ ان شاء الله نلقى الوقت. ميرسي بوكو. ميرسي. بون رانا هنا باش نوجدوا الخطه الميدانيه للهجوم. على كل حال من جهتي قدرت بالتنسيق مع الزملاء على مستوى الميناء نتفقوا باش يكون المكان اللي راح يرسي فيه البابور بصفه تسهل علينا الهجوم. ممكن البابور ما يرسيش في الميناء، لازم نعمل كل الاحتمالات الممكنه. انا من جهتي راح نكون في الجهه الاماميه. انا نظن الاحسن ان نكون في الخلف. هكذا يتسمى تتم عمليه محاصره يعني لا. هذا احتمال. لازمنا نزيدوا احتياطات إضافية. ممكن. على كل حال أعتبروه لقاء تنسيقي. بعد ذلك نحط الخطة النهائية. أوكي شيف. أوكي حضرات. أوكي أوكي. المعلومات لتحنا سامية على رضا العنابي صحيحة، وكذلك المعلومات اللي جتنا الآن على رضا العنابي مع أصحابه في البابور تكون صحيحة. يظهر لي باللي سلعة كبيرة. أنا ما تمني السلعة، كل ما يهمني هي القبض على العصابة، ولازم نحكوا واحد فيهم حي. ما تنسوش وردوا بالكم على أرواحكم. أنتم جاهزين؟ جاهزين. على أتم الاستعداد. ردوا بالكم على أرواحكم. يلا بينا. Thank you, my friend. شرطة راكم حاضرين سلموا انفسكم.
سامين سامين ايش عارف. زادوا كملوا على صاحبهم رضا العلام. هذا لغز لازم نقولوا حل. يظهر لي أمين شاطر بزاف. السوس هذا لازم نحيه من حياتي. أمين تخلط رابير واحد من صحابي. بصح كيفاش عرف؟ القضية فيها لوش. حب نعرف كيفاش عرف لي بريف البورت تاعنا باكينة سلعة تنزل على الزوج تاع الصباح. شكون؟ سامية تكون غير هي. تهنيت من جدة. خسرني دراهم كبار، خسرني في صحابي. عزوز راح، رضا راح. سي أمين أنا متأسف تأخرت شوية، كنا في المستشفى مع المجروحين، حتى العواني راهم مازالوا ثم يستنوا. على كل حال وصلني باللي عملية البور كانت ممكن تكون مجزرة رهيبة لولا تعليماتك وحسن التدريب نتاع الجنة. رغم الهجوم كان مفاجئ، حاولنا نقلصوا من الخسائر قدر الإمكان. من خلال التحقيق مع لي دوز إيطالياني حكمناهم عملية حجز كبيرة قيمة 3 كونتينر هكذاك، فيهم العفيون وفيهم مواد كيماوية. عفيون مواد كيماوية يلعبوا على الكبير. جماعة حابة تحول العفيون للهيروين، وهذه بلاصة واحد مش كفاها. وكلها صفقة تابع رضا العنابي. رضا العنابي؟ نعم سير رضا العنابي، هذا اللي مهبلني أكثر. ما بقلنا حتى دليل، كان المفروض نلقي القبض على ولو واحد منهم حتى نوصل من قتل حسان المسكين. فعلا على كل حال ما يروحوش لبعيد، رانا وراه. روح ارتاح وعملوا لي تقرير مفصل حول العملية. الناس اللي يخدموا في الأمن ضرورة تفتحهم بعض الأحيان باش يقتلوا الناس. يا ترى انت كش ما قلت في حياتك؟ الله يا آسيا نقول لك أنا
ممكن دفاعا عن النفس. ما نحبش نقتل البشر، نحاول دائما نمسك المجرمين حيين او نجرحهم على الاقل باش نوقفهم. انا من النوع اللي ما يحبش يقتل البشر. تعرف نشوفك دائما حزين، دائما تايه، هذا من يوم ما شفتك كان ترى كاين حاجه راهي يعني قيساتك. والله يا آسيا يعني بصراحه قتلوا لي ابن اخويا حسان الله يرحمه. جو سوي ديزولي. الله يرحمه. عصابه من المجرمين كان يترأسها واحد الشيطان كبير. شكون هو؟ علي المالطي. قضينا عليه وانا حبيت نحكمه حي. ولكن ما حبش يسلم نفسه، هو قتل منا مجموعه، اعطيت الامر باش يقتلوه. لكن الان ابنه خذا لارولاب وكون عصابه جديده وراو بدا ينطلق. انت راك خايف؟ لا لا لا، انا خايف على بنتي نبيله، كل ما امنيتي نوصلها لبر الامان ان شاء الله. واش انت تستاهلي تكوني صحفيه؟ هيا هيا نوري لك اماكن اخرى. ضح جيبها ضح 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 جيبها. يا بابو يا بابو منفوس يا كيف ضغط جيبها يا خنفوس يا بابو ضغط جيبها ضغط. هذا 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 بزيد زيد دكتور ما يسمعش الكلام، زيد له خنتين. اي وانسحق من عندنا. هبط الموس هبط الموس. ما نطيش الموس وانسحق من عندنا ولا نجبدها. طيش الموس، طيش الزبل تاعكم، امشوا بدوا وجوهكم. وش بيك وش بيك يا راك سايق معانا؟ ومنين جيت انت؟ من الجزائر. وين والديك؟ ماتوا. وين تسكن؟ سكن عند جداتي. وين؟ في عين طايا. اسكن اسكن كيش. والديك يا عمي. والدينا والديك. انا اسمي امين، انا عملت غير الواجب تاعي، انت لازم ترجع لجداتك، تفكر في مستقبلك، ترجع لقرايتك، ما عادش تخلط الناس كيما هذم السوفج اللي كنت معاهم. هذا الصدفه جابتني اني خرجتك من المحنه هذه، ما عادش تغلط مره اخرى، فهمت؟ ينفع الا الصح، صحفظ. Thank you.
مشاكلها كثيرة. صعيبة بزاف. ايه زعما نسيت. نبيلة عرضتك العشاء. فكرت فيا. خلاص مالا راني نجي ان شاء الله. اوكي. وقت ما تجهز زي اتصل بيك. اورايت. اوكي. يا حميد يا حميد سلعة ناقصة. ما تكسرش راسك السلعة لحقة. اوكي وي السلعة راهي جاية. ما تقلقش روحك قلت لك السلعة راهي جاية. لازمك توزعها وتكوفري كامل المنطقة. فهمنا حاجة واحدة حبها منك عينيك لازم يبصوا كذيب لخاطر الكطوط الزرق راهم يدوروا في كل بلاصة. مسعودة ما تقلقش روحك عليها راهي. المجموعة هذه مجموعة غير طبيعية. تصرفاتهم وأعمالهم والطريقة اللي قاعدين يتعاملوا فيها معانا طريقة عهبال. هذه يا الغبرة تلعبهم بدماغهم يا حاجة زي خلاف مش فاهمينها. كيفاش هذي كل ما يجوا يوصلوا شيء يقطعوا علينا وقاعدين يصفوا في بعضهم بالواحد. هذا ولد المالطي عجيب وغريب. ادخل. تشوف يا سيامين رامنا شتين عمرنا البلاد بالسموم. لازم واحد يكافحهم بسلاح العلم. صح الشباب هذا يلزم يثقف. ما يقدر يعملوا حتى شيء لا غبره ولا انسان مثقف ما يقدرش يتلعب عليه. هنا الاعلام يلعب دور. سي امين علاه ما لقيناش القبض على حميد مادام يتسوزاكوت وعندنا سوفيزامون دو بروف. ما عنده وين ينفعنا الان. لازم نتبعوا الروجي وين وصل السلعه ولازم نحكموه لا مان دون الساك باش يقررنا وين المعمل تاع المخدرات. والاهم هو يقررنا شكون اللي قتل حسان.
الو ايمان. وي شكون؟ سمير. سمير هذا انت مازالك تعيط لي؟ كيفاش نسيتيني؟ ايه ما عرفتكش، نحيت اسمك من الريبيرتوار وما سحقش تزيد تعيط لي. ماذا بك؟ غير غير وش عملت؟ الشي اللي درته فيا ما نسمحه لكش. داكوغ مش بيك مترشى. ما تزيدش تعيط لي، انا اللي عليا راح نديرو. خديت قراري. بدي قرار وش معناتها؟ وش معناتها؟ راح نرفع بيك شكوى على الضرب اللي تعديت عليا. داكوغ شكي بيا بعد العشرة؟ ايه ونسى اللي كان بيناتنا خلاص. صار عليك حد. والله يا إيمان أنا يا حوز على الصراحة. شوفي أساس العلاقة الناجحة هي ثقة. سيد موش عاطي فيك ثقة. أنا في بالي إنك تحبسي هاد العلاقة خلاص. شوفي راكي ماكي مرتاحة لا في صحتك لا في الخدمة. والله وش رأيك سامي؟ أنا نشوف اللي راه الراجل هذا غير والغير راه يتوصل للجنون. مادام بدا بالضرب. أنا في رأيي تشوفي لك حل. فتاة ذكية يا إيمان ومثقفة، فشوفي ما يصلح بيك. إذا كان شايفة فيه شر سيبيك منه، وإذا كان فيه تحسن حاولي كيفاش تصلحي أمورك معه. مرة هذه يعمل فيك هكا، مرة أخرى ممكن يعمل فيك أكثر من هكا. شوفي لك مخرج من المشكلة هذا. كما يقولوا تاع زمان، قيس قبل ما تغيس. هذا ما عندي ما نقول لك. واش تحب ندير؟ خدعني. بصح انا لازم نلقى حل لهذا الموضوع. خلاص ما قدرتش نصبر اكثر. سيده وغير يهبل ويزيد. كان طبيعه كان نورمال سيد نهضر معاه كل يوم يزيد في هباله. خلاص ما قدرتش نصبر اكثر. صح سي الهادي. شكون معايا؟ المفتش امين معاك. مرحبا بك، اي خدمه؟ شوف احنا رانا نتبع في ان سوسبي، واعتقد انه داخل المنطقه تاعكم. نحتاجوا المعاونه تاعكم. رانا في الخدمه، احنا في الانتظار. معليش كي نوصلوا ثم نتصلوا بك. رانا جاهزين. جزيل الشكر. لا شكرا على وجهك. هاتوا تلا. رانا داخلين المدينة. حول السوسبيرا فوق موتوكروس بيضاء لبس كاسك. السوسبيرا فوق موتوكروس بيضاء لبس كاسك. حول. مفهوم. واصل واصل. شكرا. لازم تحكم حي الروجي. استعملوش الأسلحة. حاولوا كل جهتكم مش نحكموا حي. على بالكم برانا مش في المنطقة تاعنا. هاي روح ربي سهل. أني وراك. أوكي سيدي. درجة واحد. درجة واحد. درجة واحد أرسل. أنا في عين المكان مع السوسبي. لا واصل. نحن في الانتظار. شكرا. حبس شرطة. اسمو لهم. وين راحت إيمان؟ إيمان راحت وراح. أبو وين الروجي؟ هي راحت وراح. إيمان
أهلا سيل هادي. مرحبا بك. يسعدنا معرفتك. السسبيرة هرب لنا. رانا هنا باش نطوقوا المكان ورانا نقبضوا عليه إن شاء الله في آخر وقت. نتخذوا الإجراءات اللازمة. درجة واحد درجة واحد. أجل استماع. عندنا مشتبه فيه في حالة فرار على سور الموتو كروس. دوموند طوقوا البلاد والمداخل والخروج تاعها في آخر وقت. سي أمين، الكعبة لقيته فارغ، كل ما كان فيه رماه في المجاري. تعرفي نبيلة، الحفلة عجبتني بزاف، سيغتو لافوا نتاعك. عندك نبرة صوتية ما شاء الله ممتازة. ميرسي. نتمنى لك مستقبل إن شاء الله مثمر. انا المجال هذا كان حلم طفولتي، بصح شكون با كونتينيو. خلي بالك لو ديبلوم تاعي اون سيكولوجي، راني حابه نجيب الماجستير تاعي باه ندير حاجه كبيره تفرح بابا ان شاء الله. ان شاء الله. بصح راني نشوف في باباك حزين بزاف، هذه الملامح يعني تعبيريه تاع الوجه نتاعو فيها نوع من التعاسه. بوركوا بابا؟ سي سيغ موت تاع ماما ما قدرش ينساها، هي خلتني صغيرة وهو وصي كان جان، ما حبش يجيب لي مرت أب، عطاني الحنان تاعو كامل وعطاني وقته كامل. بزيادة مسكين ديرنييرمون كوزان تاعنا حسان يخدم معاه راه قتلوه، زاد أثرت عليه أكثر وأكثر. سي بوغ سا أنا حابة نعملو حاجة تفرحو تبدلو حياتو، ما على باليش ليسونسيال نشوفو سعيد وخلاص. أوفا خلينا من الهضرة هذه، جو كونت سيغ توا باه تجي تزورينا. فريمون راكي شرفتيني. يهبلوا لي روب هنا؟ اه وي هبلوا، حلم كل بنت. مادا بيا نرجع للعشرينات. شوف شحال شابين، شوفي. كي تشوفيهم هكا تقولي نقيسهم كامل. باسكو راكي حابة تقيسيهم كامل، دونك راه كاينة برانس شارمون. مازال ما نخمم حتى في برانس. ما لقيتش الانسان اللي يستاهل اني نهتم بيه. وزد على بالك انا وبابا رانا رايحين، مانيش حابه نفسد البروغرام تاعي. وانتي راكي ناجحه في حياتك الشخصيه كيما راكي ناجحه في البزنس. انا نو تعرفي في البدايه وجدت صعوبات شويه، سيتي با فاسيل كوميم، مي بشويه بشويه الواحد بدا يتعود. الامور تحسنت صح. ارواحي ارواحي وري لك لاغوم اللي خيرتها صاحبتي. ماذا بيا نشوفها وين راهي؟ قريب العرس تاعها. جوزو مرحبا بكم. ميرسي. واش رايك تهبله؟ فريمون ما عندي واش نقول، شابه بزاف عندك الذوق يهبل يا نبيله. ميرسي. انا جادور سو ستيل. شنو؟ لا بوليس لحقاتك. هذا وين كنت عامل لي قافز وحطك؟ وش بيك وش صرالك؟ وين راح دماغك؟ وين كانوا عينيك؟ وكنت عيط لك قبيل. حمار. وش بيك وش صرالك؟ اوكي وين راك؟ وين وين راني؟ في سيمتير كريتيان تاع سوق هراس. بون سي بون تتحرك شريح ثم. داكور داكور، ما نبوجيش ما نبوجيش، راني هنا. روجي بالك تخرج راسك، اني وصيتك حلو ودنيك مليح، ما تتحركش من بلاستك.
على بالي واش ندير. دوك نشوف لك حل. زفت. شكون انت؟ حميد. انت حميد؟ هيا حميد دبر كرم تمسخر هذا من هذا اللعب هذا. الواحد ديجا راه في حاله انت تزيد له. اهضر اهضر معايا حميد. انت يا شكون؟ وعلاش يا حميد؟ واش درت لك؟ هذه هي الاخره نتاع العشره اللي بيناتنا. اهضر قول حاجه. اهضر معايا. تاي لذيذ. تاي عملتيه مليح. تفننا في كل شيء. ايه على بالي بلي راك تشكر فيا كي عود بنتك برك. لا لا لا. ايه بابا. مدامنا نهضروا على الفن. ديرنييرمون جي ديسيدي نحبس الغناء والمسرح. تحبسي الغناء والمسرح؟ اه. باسكو كي نروحوا لازم نعطي وقتي كامل الماجستير تاعي. بزيادة الحجاب راه في راسي. هذا شيء طيب. انت تعرفي كل ما تريدي تعمليه دائما عملتيه. عندي فيك ثقة. عارفك شكون انت. انت بنتي نبيلة. مالك ونقولك ندير باراشوت؟ لا هذيك حكاية تانية. انا غير نضحك معاك. على بالك بلي راني عايشة غير ليك ورسكي غير على جالك. وانا ما عندي غير انت يا بنتي. واش حبيت نقولك؟ انا شفتك قبل فنانة نجحتي. حتى درك نقدر نشوفك بسيكولوج ناجحة. وهذا كل ما نتمناه
المهم انك تنجحي في حياتك. انا وصلتك للوقت هذا والباقي عليك. حبيت نقول لك بلي راهو نهار الخميس مسافر للعاصمة، وقلت ناخذ معايا آسيا نحوس بها شوية، نوري لها المناطق المختلفة في العاصمة. وانتي جاهزة باش تجي معنا؟ نو، نهار الخميس عندي جهاز تاع صاحبتي، لازمني نروح نشريه معاها. صاحبتك سلمى راح تتزوج؟ راح تعرف. مش كاين ولينا نروح العاصمة ندو معنا آسيا، يعني نشوفك شوية. لا كان حتى شيء، تفهميش غلط، كل ما في الأمر إنها ضيفة وإحنا لازم نكرموا الضيف. صح، أعتقد إنها وصلت. مرحبا. شراك لاباس؟ مرحبا بك. شراكي نبيلة؟ شراكي انتي سارة؟ الحمد لله. انت بخير؟ سارة الحمد لله. على بالك جيت سبيسيال مو على خاطر باش نشوف. ربي يخليك، تفضلي. سافا؟ سافا وي. فرانشمون امين راني فرحانه كثير بهاد الزياره. تعرف واش نقول لك؟ الدار نتاعك عجبتني بزاف. مرحبا بك. الله يسلمك. كيفاش كان يومك؟ يومي صعيب، من المكتب للمكتب. البيروقراطيه صعيبه، تضيع الوقت بزاف. مالوغوزمون رانا عايشينها، نرقدوا بها ونوضوا بها. مالوغوزمون صح، انا كنت دائما نظن باللي لو دومين دي زافير شويه صعيب على المراه، سورتو لي انفستيسمون توريستيك. تعرفي نبيله، المراه الاوروبيه حتى هي ما كانتش عندها قيمه، بصح بفضل شجاعتها وصمودها ومثابرتها قدرت توصل لحاجات ربما الواحد ما كانش يحلم بها. حتى في بلداننا احنا يعني فما فيش حتى شيء يمنعها، حتى الاسلام حتى حقوق المراه، فهذا ما فيش مشكله. تعال الشيف تاعنا طباخه ممتازه. راني بديتك بلاصه لادوري اللي تحبها، بصح من بعد نجيب لك لي بلا اللي وجدتهم لك، ذوقيهم وتعطيني رايك. ان شاء الله ان شاء الله. خساره احنا ماناش غاديين احنا في الجزائر، رانا رايحين لزين موريس عند جداتي. واش رايك بابا لو كان جيت تزورنا؟ مرحبا بك في اي وقت. ايه مدابية بكل سرور، يسعدني كثير هذا الشيء. صح، خساره كانت جايه معنا للجزائر العاصمه ولكن عندها صاحبتها عندها عرس. دوماج، لو كان جيتي معنا احسن نبيله. لو كان ما روحش معاها تقتلني. دوماج. هيا خلينا من الهضره برك، يلا ناكلوا. بسم الله. يعطيك الصحه. يسلمك. إن شاء الله السهرة عجباتك والعشاء تاع نبيلة عجبك. السهرة كانت على الكيف، عجبتني ياسر، ونبيلة فريمون يديها حلوين بزاف. عندك ما ربي، نحن في الخدمة، أي شيء تطلبيه تلقينا واجدين. مالا نقول لك دروك رد بالك على نفسك وعاود سلم لي على نبيلة بزاف بزاف، ونقول لك ليلة سعيدة. تعالي باي باي. مع السلامة. Thank you.
بعثوا لي سيارة، راني على الدخلة تاع الكور. مليح اللي جيت في الوقت المناسب، نشكركم. خدمة يا شيخ. قادر نقتلو علاش نصبر؟ وش مفيدة عندك كي نخليه حي؟ ياك على بالك هذي مدة طويلة وانا نحوس عليه، ودرك يظهر خلي الفرصة تدير بين يديا. سافا با نو بارسكوم على بالكم انتوما بوالو. حسن لغم كامل الفيلا بالميكروفونات، سي بور سا لا بوليس تعرف كلش وين حط حد ورايا. يبان يوم اني خوفتو وامين على بالو بلي كاين قبر بيني وبينو يقرب النار تاكلو ندفنو فيه. كملوا في رواح كما صاحبوا اللي قبله.
اكزيكيتور زاد استعمر اخرى مش حابين يخلوا حتى ادله خلاص عاملين عليها يلعبوا على الكبير هذا نشكرك على المعلومات مع السلامة جداها تكون صادقة واللي راه موجود في لابلاس دار مدرك في هذه صدقة العزوز تاعو نعرف وين يوزع السلعة تاعو سيدي دول الحراشي قلت لكم ان المجموعة هذه مشي سهلة حتى الميكروفونات اللي زرعهم حسان الله يرحمه لقاوهم الله يرحمه درك ولينا في مشكل ولو نخدمه بالزهر تعتقد هذا ديدو الحراشي راح يفيدنا بشيء ديدو الحراشي عنده علاقة كبيرة بالعصابة صحيح ما هوش من الكبار ولكن موزع صغير نعرفه مليح المهم يفيدنا بمعلومات دو توت فاسون لا با دوتر شوا لامبورطون نحكموا لما دون لو ساك من هو صاحبنا؟ هاوليك لابس تريك أحمر وشعر طويل إيمان تمام إذا الحراشي أروح 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 وبوليس أروح أي أروح أي ما درت والو انا واش تحتاج عندي بلانش نيج تحكمت زي الفار لما دون لساك بصماتك راهي فوق الباكو تاع الغبره وهذا دليل يثبت ادانتك على بالك راك تتعامل مع جماعه تاع اشرار اللي قتلوا الانسبكتور حسان شكون الانسبكتور الانسبكتور صاحب عزوز في النايت كلوب حسان الله عرفوا بصح ما عرفوش بولي باللي بوليس هادشي ما يهمناش ما يهمكش راك واقع فيها حتى لهنا على بالك وين توصلك الحكايه هذه شوف ديدو على بالك قضيه كيما هذه ما تنزلش على 30 سنه كاين حل نقدروا نعملوه معاك تعاوننا نعاونوك هذا الناس صعاب ينجموا يقتلوني انا ما تخافش ما يقتلك حتى واحد اعطينا معلومات عليهم وخلاص الشيء اللي قادر عليه انا بكوش غير غدوه راح يدخل كونتيتي تاع فيون من لا فرونتيير اكيد طيب اوكي جيب لي معلومات بالتفصيل بعد ساعه مفهوم سي امين كيفاش نخلوه يروح هادشي غير قانوني هاي روح
طابعة خضراء سما زرقاء الواد ولا الهواء. الهواء نظيف يشرح القلب، مكان كيما هذا فريمون يجلب انتباه كامل الناس. صح، بعيد على الفوضى تاع المدينة والزحمة. شوف الطبيعة ما أجملها، لو كان كل الناس تعرف قديش قيمتها الحوايج هذه. أمين، تعرف من اللي عرفتك تبدلت علي الدنيا، عرفت الاستقرار وكأني تولدت من جديد. سبحان الله، دمانة اللي ما عرفتكش من زمان. حتى أنا أول مرة شفتك دخلتي في قلبي، شفتك إنسانة طيبة ورقيقة. قولي مازال ما تروح؟ في اليومين هذا إن شاء الله، لما نكمل المهمة إن شاء الله نسهل. راح نتوحشوك. ما تنسيش بتجي تزورينا إن شاء الله. قولي أمين، قريب تنتهي من المهمة نتاعك مع العصابة؟ قريب إن شاء الله، نبدأ ينقصوا واحد بالواحد، إن شاء الله قريب نلقوا القبض عليهم كل. إيه، علاش ما تبتسمش؟ كوحدة أنت اللي يقول لك ابتسم للدنيا تبتسم لك. لما نكمل علي المهمة هذه، هذاك الوقت نبتسم. إن شاء الله. مش خطيرة، وش نهم قيسة شوية هنا في كتفها، وخاطبها اللي راهو ضربها راهو حكمناها وعنا لهنا. وين راهي درك؟ راهي في ليزيرجونس في لوبيتال نوفال. كي يجي الانسبكتور كمال قول له نتلاقوا في البلاصة اللي تفاهمنا عليها. اوكي. سلامات، قالوا لي راكي في السبيطار وراني جايك.
لا لا خليكي ترتاحي مادام قال لك الطبيب. راش حل شابة مسكينة إيمان كانت حابة تجي معنا عندها الزر. وين جي معك؟ هذا مكان يجوه للراحة والاستجمام، نجوش في مهمة كما رانا احنا. الغيطة تفكرني في البلاد. الضربة هذه العروسة رايحة تغدر. يسنوا في القطار جاي بعد شوية. على بالك المنطقة هذه كانوا بكري المجاهدين يجيبوا في سلاح معنا. شوف بركة وشكون اللي يعدوا عليها لي بوندي يجيبونا في السموم. هاي كان دوماج. دوماج انا جايينا. هاي انا جايين. كما تفهمنا البكوش ما يجبش تقاس، لازم نحكمه حي. ما متفهمين سي لمام بلان؟ مش هكذا سي كمال؟ ان شاء الله لازم نحكمه حي، ما تقلقش سامي. ان شاء الله ما يكون غير بخير. ان شاء الله ان شاء وصلت
شرطة سلموا انفسكم راكم حاصرين. هاو ما يسمعش هذا وطرش لازم نفرتيه. معليش بكوش الكحلوش يجيبك يجيبك يا لو كان تدخل في كرشموك بالك القسم لازم نحكموه وحي كيف تفهمنا اوكي اوكي سامي نعمل شهدي نحكمو صح الجهة الأخرى Thank you.
لا الشرطة جينا في مهمة. ما عنده منين يخرج، البيبان الكل مقفولين على جال العرس، كاين غير الباب تاع الفاكو العريان. نشوف فيك، رد بالك على روحك، هني لاحقك. قصتوا شويه فوق الريا بس صحيحيش تفصاها، ما تخليش ينزف بزاف. دوك نتهلا فيه، انا لحقينك للمدينه. الحمد لله، العملية تمت بنجاح، قضينا على معظم الأسرار. كان جماعة حاليًا فيهم راهم في العمار، وقرين باسرون دو مان جوستيس، وقرين يتزوج نصلح غدوة في جوستيس. مالوريزمون، كيلك بليسي. سي لو ريسك دو ميتي، أون ريسك توس نوتر في. أنا مازالو 3 أيام على روتريت، وشوف كيف قاعد نريسكي في حياتي. وبالنسبة للعقون كيفاش نديرو؟ هو سي كمال عم بالو بالقضية. تكلمت مع الطبيب اليوم. قال لي ما نقدرش نشوفوه لانه الحاله الصحيه نتاعو ما تعجبش، يمكن نشوفوه غدوه الصباح. بون بالنسبه للابريس ما لازمش تكون عندها حتى علم، ولازم تكون شويه حراسه مشده على البليسي هذاك. آه كل مهني، رانا مجندين 24 على 24. اسمح لي لحظه من فضلك. الو الو امين. اهلا، لاباس الحمد لله. شنو اخبارك كثير؟ انا ما قدرتش نقول لك لان هذا سر المهنه. أنا موجود في سوق راس. توحشتك. وقت ما نكمل الخدمة نتصل بك إن شاء الله. أوكي حبيبي. أوكي باي باي. ولا غدوة إن شاء الله. نعم إن شاء الله.
هذا محال هبال فهمنا نبداو الطريق ونكملوها كيف كيف ها انا ديت عهد ومش راح نرجع فيه ما نرقدش وما يرتاحش بالي حتى نثأر البابا لازم نثأر الدم بابا قاعدين نعمل في المستحيل باش نقضيه على الفيروس هذا اللي بخرب المجتمع. تعتقد باللي يقبل الشروط هذا ما عندوش حتى خيار اخر مش من شروط البارح كانوا راح يكملوه اصحابه ما
وهو يعتقد بلي مصحابه عندهم هما عندهم الطرق تاعهم كيفاش يعملوا اللي يغلط يخلص. بصح احنا اللي محيرني كيفاش ما قلتلوش البارح. قلقش بلاش راح نطولوا معاك. نقولوا جيناك باش نعمل معاك اتفاق باش نخلصوا له اولا من العقوبه، ثانيا نحموه في السجن او شافوا واش درالو البارح، لكن مقابل هذا الشيء لازم يعطينا سبب قوي باش نلقى القبض على المعلم تاعو. إذا حب ساعة نكونوا في المكان اللي اتفقنا عليه. ما تنساش سي أمينة، ما تنساش لي ماسك ولا كريموجين. سي أمينة كاين حاجة مش دخلت لي في راسي. البكوش يقول حميد قتل حسن بوفردوز. صح صح، حنا شفنا مقتول برصاصة. بالتأكيد أنا بالعملية نتاع البور شكيت بلي راه كاين واحد آخر في لافير. هذه مجموعة خطيرة بزاف، جماعة متعلمة في أمريكا في هولندا وفي إيطاليا، يلعبوا على الكبير. وزيد الغبرة اللي رام يديروا فيها تزيد تعمل لهم خيالك بزاف، يتخيلوا ويقولوا أغاتا كريستي. أنا اللي محيرني كثير هي العملية تاع لوبيتال، كيفاش مقضوش عليه؟ هل ترى واش جرالو هذا القاتل؟ كيفاش غير رايو؟ معجزة، أنا ما فهمت فيها حتى شيء. على كل حال البكوش ما عندوش خيار إلا أنه يجي معنا. سامين الخطة تاع العملية هاي. هذه كل جراير البكوش، لا احنا في الخلال البكوش حففت لي بلا ما يا البكوش. على سلامتك. طبيب طلب مني راحة تاع يومين ولا ثلاث ايام، لكن راني نحس روحي مرتاحة، لازم عليا نتابع هذه المهمة. يكون غير رايك. شكون موجود في الفيلا؟ كاين ربعة من الناس، العساس، حميد، مسعودة وتركي. المهم اطلاق النار الا بالضرورة. متفقين؟ متفقين. هيا بينا.
كما تفهمنا للرجل خاصة ذاك حميد. اوكي شاف بكوش تحكم ولا بوليس راح تضغط عليه وراح يقر على هذا. لازم نروح المخبر هذا من قبل ما يجي. شرطة سلموا فسكم لكم حصرين. سلم نفسك راك محاصر عندك دقيقة في يدك. دبلوماسي يكون عندك امبروسي ليغال. يا راك راجل والله بحل الراجل فيكم يقرب للباب يقرب نحرقه. عندك دقيقة في يدك ما تخرجش يجرى فيك ما يجرى. يلا في ساعة انا هدرت ومن عوج اللي قرب للباب الرصاص ياكلو. سمعتوا يا واحد القطوط؟ وعلاش البكوش ما مات؟ علاش ما مات البكوش؟ تفهمنا يموت ها؟ والله البوليس حدث ورايته الباب. Thank you.
اللي جبتك كبتي طار يا واحد اللعيب. يلا برا. غمض له عينيه حتى تجي الامبيلونس توله به. طقوني يا كلاب. شكون الكلب؟ كلب كبير هو انت. هذا واش تعلمته في امريكا؟ سمونا في الشباب وتقتلوا في الناس. يا عائلات ضيعتوهم. يا اخي باباك ما خلالكش المال. ايه بابا انت اللي قتلته، يديك ملطخين بدم بابا. باباك كون سلم نفسه ما يجراش فيه هذا الشيء. باباك راح يسلم نفسه لو كان تصرفت معه بعقلانية كان يسلم نفسه. عقب حياتك في زنزانة لوحدك. باباك على الأقل كان يتاجر بحوايج أخرى مش كيما أنت التاجر بسموم. باباك راح، أنت تعقب حياتك في زنزانة حتى أنت موت. لا زنزانة ولا هم يحزنون، نعقبها في جزيرة خرم اللي راك رايح ليها أنت. دخلوا. جسوا لي حتى في عقر داري. إيمان كمال قوله بالأمور، عندي مهمة. نبيلة سمعتك سمعتك. كمال راني في مشكلة، خطفوا نبيلة، نحتاج مساعدتك انت وإيمان. كي نتلاقوا نحكي لك الخطة. مرسي. ألو 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 وي آسيا.
على بالك راني في مشكل كبير. مشكل؟ نبيلة. نبيلة وش بها؟ نبيلة خطفوها لي بوندي. وين راكي انتي؟ انا متسكر بينا عادي نخدمه. اه بون انا نرجع في اقرب وقت للشرطه. داكور انت يا حبيبي. في الامان. شوف في حاله خطيره هنا داي خويا روح اش ما نبنش فيه غادي يخرج من فمه. وصل اضبطك بعد لك الاسعاف انا جاي. واصل واش بها هدايا من صوني ثاني با نورمال. اصبر نعاود نتصل بالاسعاف. راكم مازال ما وصلتو السجين حتى خطير ازربو. وصلتو صحة ما تقربوش منه بزاف الاسعاف قال لي ممكن المرض تاعو يكون معدي. يا واحد الحقير قتلت هذاك الراجل الطيب الشريف. تضحك يا حقير. هذاك الراجل كرس حياته لهذا الوطن. انت نسيت لي باللي قتلتها راجل اسمه بابا. اللي قتلته هو بابا. باباك هذا كان لعين مثلك. بنتك. بنتي مالها بنتي؟ ايه امين افتح مخك. بنتك فيدي. دخلوا عليا. دخلوا دخل. خش وسكت يا واحد من الندل يا حقير. كت فيه مليح. الله زي ما تفهمني. تدخلوا إلا في الاضطرار. اوكي شيخ كابتن نشكركم على المساعده.
شكون انت؟ كنت دراكولا ولا بكوش زي البكوش الاخر؟ عرفتك عرفتك الاكزيكيتور تاع العصابه. اخر مره تلاقينا لما قضيت على رضا العنابي. وريلي بنتي. بابا بابا راك هنا. نبيله ياك مش مضروره. راني صافا بصح ماني فاهمه والو. ما تخميش درك نخرجك من تحت. اصبري داكور. خرج لي بنتي. في الجيب. هذه نهايتك يا سي حميد. درت وش طلب مني بابا؟ باش يرتاح في قبره. الغامض وعلاش نقد حياتي؟ آسيا آسيا سي با بوسيبل. مش معقول. آمين. أنا وحميد
باش ننتقموا منك على خاطرش نتاعو اللي قدرت زوجي. كانت لعبة، حاولت باش ننتقم منك أنا وحميد. لكن اليوم اللي عشتها معك ساعد الظلمة اللي كنت عايشة فيها. عيط على إسعاف في ساعة. End of a tragedy. حميد وامه عائلة علي المالطي انتهت. حميد وامه ميتين ليه. على كل حال دم تاع حسان ما راحش هدر. صحيح، ولكن أنا بصراحة الحكاية هذه تعبتني كثير، يلزمني نروح نرتاح. أكيد هذا عالم ما يساعدنيش. هلا. أنا حبيت نشكرك على أدائك هذه المهمة على أكمل وجه. أنا عملت واجبي ونعتبرها نجاح من نجاحاتك اللي راح تضاف إلى سجلك، رغم أنك قولك يومين على التقاعد. على بالك بالجماعة اللي هرب ولدك للمالتي من الحبس، ما زال الآن ما كملهمش. مشكور على هذا. أنا مبسوط منك كثير، نشكرك على المساعدة اللي قمتي بها لي. نتمنى لك النجاح في حياتك وإن شاء الله تطيحي بولد حلال. إن شاء الله. أنا مبسوط منك كمال، أنت راجل شجاع وشهم لأبطال الصحراء. أنا مبسوط منك كثير ونشكرك كثير، وأنا سعيد بالخدمة معك. سلم لي على ولدك. انتظروا منك زيارة لتقورت. كيف؟ ما احنا غدوة نجهز انفسنا للسفر.